غنهديكم واحد الاهداء اخر بعيد على الجانب العيطه، وغنمشيو بالضبط للوزان دار دمانه باش نمتعوكم بواحد اللوحه تراثيه جبليه مع الفنان والمطرب عبدو الوزاني.
العصا اللي مشينا ونحرقلو لطا ومن بعد نعملو شواطة وصغار يتزوي الغيطة وحنا نلعبو مناطة وخليوني لله خليوني روح بحالي وبحلاها بزاف أهلي صحابي شكرا شكرا للفنان عبد الوزاني والفرقه ديالو على هذه العيطه الجبليه.